ودكتور كمان يمكن لم تكن الطرق معبده له، او لم تكن مفروشه بالورود من رحم المعاناه ايضا، عانى كثيرا. لو اخذنا لمحه عامه عن حياتك الى ان وصلت الى هذا السلم من البيت. بسرعه ركبت الحمار وكنت ما عارف انتوا حتفهموا المفردات دي. حدث فهمية عليك الله. طيب بتعرف العتوت؟ ايوه العتوت. العتوت مش كده؟ ايوه. وعلى فكره لحمه جميل جدا. ايوه في واحده جوليه بتعرف العتوت. متوحشه. جوليه ده في قلب فوق قلب عرفني. وفي واحده هي برضه قلت لها بتعرف العتوت، واخت صديقي العزيز دكتور حموري بنته. قلت لها يا بنت بتعرف العتوت؟ قالت لي يس صديق بابا. قلت لها انت غنماي يا زول؟ قال لي لا، في واحد نظام ومسمينه العتوت، ده العتوت الوحيد اللي بتعرفه. فعلى اي حال انا ركبت الحمار ومعز لما قال لي انت بتوصليني المدرسه متاخر في انجلترا، قلت لي يا ابن الكلب انا كنت بمشي بالحمار. فقال لي يو ار ذا دوج. ودي حكايه ابن الكلب الرد الاول، الرد الثاني قال لي اوكي جيت مي يا دونكي ناو، جيب لي حمار هسه انا بص. ومحاربة الختان الفرعوني، وكنت سكرتير لرابطة طلاب الطب، وبنت شخصية الواحد وحببته في العمل العام يعني. ومن لما تخرجت طوالي مشيت السويد وقعدت فترة بسيطة وشفت زراعة الكلى، طيارة تجي نازلة وفي خرم في السياتر محل العمليات، وبينزل صندوق وجواه تلج، وجوا التلج في كلوة وسط الشحم واللحم، تطلع الكلوة وتتنظف وتزرع وتسخر وتنتج بولا. وكنت بحرسة ودخلت في مزاجي الحكاية دي. لو ليت تقعد نديك منحة وتتخصص طوال، قلت لهم لازم ارجع احجج امي وابوي، الامنيه بتاعتي الطبيه كانت. وفعلا جيت وحججت امي وابوي وبنيت لهم بيت في الخرطوم ورجعت لانجلترا وايرلندا في 98 وعملت التخصص في بريطانيا في بين لندن ونيوكاسل وايرلندا، وعملت فترات تدريبيه في النرويج وفي فرنسا وهولندا. والكلى بقت الرابط بيني وبين السودان، وانا في سنة 94 بتدرب على الكلى، كلوتين الشمال وجعتني فشالوها لي بالمنظار، وبقيت عايش بكلية واحدة. ما تغمدي وتفتح عيونك ما فيها مشكلة. فدي ربطتني اكثر بالناس اللي بيتبرعوا يعني. بقول لهم انت لو حصل لك ما حصل لك حتكون زيانا، وممكن تصوم وتعمل وتعمل وتعمل. فدي ادتك الكلوة من اهم الاعضاء في جسم الانسان يعني. واحد بروفيسور قال لي اهم عضوين في جسم الانسان شنو في لندن رويال هوسبيتال، فقلت له القلب، قال لي لا، قلت له الكبد، قال لي لا، المخ لا، قال لي، قلت له شنو؟ قال لي الكلوة اليمنى والكلية اليسرى. يا سلام. جميل. This is it يعني. طيب جميل. احنا ممكن نقول زمان شارف على الانتهاء، لكن انا عايزه يعني اربط ذات المحور يعني مدام ساره، بانه بالرغم من اختلاف مجالاتكم انتوا الاثنين، لكن انت كزوجك